بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في مهرجان اصيله، يعني نكون مجموعه، يعني ما نقول من خيار الرسامين، بس ان شاء الله نكون احنا الاربعه نمثل قاعده رئيسيه للرسامين الاساسيين المحترفين. طبعا المشاركه تكون هي من دعوه من هيئه الثقافه، احنا نمثل دوله الامارات، سواء كان يعني جسمنا ونكون برواحنا بعد نفذها. فالعمل الفني اللي احنا ننفذه هذا هو غريب من نوعه، يعني بين فنانين أربعة وكل واحد له نهج وكل واحد له خط، بس تجمعنا في مكان واحد عشان نرمز إن إحنا متجمعين على عمل فني مثل ما إحنا متجمعين كدولة الاتحاد يعني.